أهلا وسهلا، مرحبا بكم. اليوم معايا في فيديو جديد. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، وعيد مبارك سعيد. الجولة ليا ديال اليوم درتها لكم في كارفور ديال سيدي معروف، وبانوا لي هنا الحوالة مع الدخلة. قلت ضروري نصور لكم الأثمنة اللي دايرين. عندك بحال هنا ومرجان كيبيعوا الحوالة بالكيلو. هنا راك جايبين السردي، وجايبين البرقي، وجايبين الماعز. كتشوفي الحولي اللي عجبك كتعزليه، كيخرجوه لك وكيعبروه في الميزان. دايرين واحد الميزان كبير كيعبروه، كيشوفوا شحال من كيلو وكتشوفي شحال جاتك. وكيف ما تتشاهدوا، البركيره دايرين لي 57 درهم، والماعز 55 درهم، والسردي دايرين ليه 59 درهم. وبانوا لي الحواله عندهم كبار هنايا، كاينين الصغار وكاينين حتى الكبار. وهاد الحواله راهم جايبينهم من خريبقه، من بني خيران. ودابا غنبداو الجوله ديالنا داخل المتجر. بديت لكم بالشوايات، هذه دايرين لها 49 درهم، هذه اللي هزيت دابا دايرين لها 24 درهم. كاينين الرخاص وكاينين الغاليين. وبالنسبه للماس راه كاين جميع انواع الماس، كاين ديال الذبيحه، كاين ديال السليخ، كاينين دوك الصغار، راه كلشي دايرين فيه تخفيض. كاين القرادات. هذا راه واحد الرولو ديال البلاستيك، داك البلاستيك الغليظ اللي كنفرشو سوا في الثلاجات باش ما يتوسخوش، ولا لي تيغوار. راه دايرين فيه تخفيض، راه قاصح، راه ما تيتقطعش زوين. وهنا صورت لكم القطبان، صورت لكم من الرخاص حتى الغاليين. كاينين الشكل بزاف، كاين اللي بالقبضه العود، القبضه البلاستيك، كاين اللي ما عندهمش كاع القبضه. كل حاجه والثمن ديالها.
وهانتوما راهم دايرين المواس ديال الذبيحه، كاين هاد الشكل دايرين ليه 39 درهم، وكاين واحد الشكل اخر دايرين ليه شويه طول من هذا دايرين ليه 69 درهم. وهادو الماس صغار راه حتى هما دايرين فيهم تخفيضات. الصراحه الواحد يشري ماس وما يمشيش يمضيهم، كتمشي تمضيهم كيحسب لك 4 دراهم للواحد، وهنايا راه كتشري 6 مثلا 13 درهم ولا 20 درهم ولا 15 درهم، راه كتقام حسن ما انك تمضيهم كاملين. وهذه راه شويه ديال الضو، هذه اللي كنديروا فيها الماء لتحت وكنشعلوها، وراها تتشوي لينا كتشوي زوين، ولكن كيبقى الفاخر هو سيدهم. وهذه راها بلاك حتى هي كنطيبوا فيها، كتحطي فيها ديريكت، راه تقريبا كلشي دايرين فيه التخفيضات بالنسبه للفرارن، الثلاجات، لي كونجيلاتور، تقريبا راه كلشي دايرين فيه التخفيضات. وهذه كذلك ديال الدوره بحال هذوك الاخرين اللي شفتو دابا، غير هذه عندها الرجيلات عند كتخدمي بها واقفه. اما هادو راهم ديال الفاخر، هادو ماشي ديال الضو، هذا دايرين لي 149 درهم، هذا حتى هو عنده الرجيلات، هادو هذا صغيور، هذا بالغطاء ديالو كيتسد كديري وتخلي داكشي مسدود وكيطير. كذلك غتلقاو في هذا الفيديو بعض الاواني، صورت لكم اي حاجه فيها تخفيض في الاواني، وصورت لكم حتى المواد الغذائيه كاع داكشي دايرين فيه التخفيضات، باش تاخذوا فكره قبل ما تمشيو تتقداو، تكون عندكم بعدا فكره على الاثمنه اللي كاينين. حاولوا تكملوا الفيديو حتى الاخر باش ما تفلتوا حتى حاجه، ودابا نخليكم على خير الى جوله قادمه ان شاء الله. وانا صورت لكم هاد لوف خلي دايرين هاد الشوايه ديال الضو مع هاد الطحانه ديال الكفته، راه دايرين ليها تخفيض ب 749 درهم.